تبارك الله. ثمن واخويا الله يحفظك. 400,000 اكثر واقيلا. تبارك الله. شحال هذا؟ ثمنه تبارك 362,000 تبارك الله. والاخر 13,000 13,000 18,100 هذا اخوان. والاخر جوج مليون ونص. هل شحال هذا الدرهم؟ 25,000 درهم. تبارك الله الله يجيبك فين رضا. وهذاك اللي مشى قبل منه 24,500 درهم الاخوان. هذاك اللي قبل منه الله يسخر لك فيهم الله يجيب تيسيره. واخا تقدر تعطينا الثمن خارب لك هذه ولكن ماشي مشكل غنوقفوها معاك. الثمن تقريبا هذوك جمله ياك ديتي غير بشويه بشويه ولد عمي دور الاخوان راك غزاليه بلجيكيه. لا زقبلت خليته يشد الدم مزيان. غادي اكادي هذا غادي الاكادير. الثمن ديالها مولا ما هو على الكامل. الثمن هذا عبد الله تحس ما تفيد الموسيقى تحس ما تفيد مليون ستالة مليون ستالة اخوان 10,300 درهم. تبارك الله يسخر لك. تحس ما تفيد الخير الثمن هذي عطاونا 190 هذي 170 هذي 156 هذي 156 هذي 130 هذي شارولية شارولية قديم اخويا يلا صور صور شدي واش دي واش ثمن ثمن اخويا هذه 46 هذه 50 140 150 154 هذه بكره مضروبات لا لا اثنان بليف كامل مراكشيات مراكشيات. واخا وهاد الجوجة ديالو هاد الجوجة اخويا 320 هادو واش من سلالة؟ سنان حليب تاهما بلدية؟ لا رومية مراكشيات. الثمن ديالها؟ الثمن ديالها 320 الله يسخر لك اللهم امين يا رب العالمين. شحال ثمانة؟ ثمانة تبارك الله. كمان؟ هذه كمان اخويا 140 7,000 درهم. وهذه لنا 4,000 7,000 درهم. الله يسخر لك الله يجيب التيسير. 4,000 ولد عجل قلت لها 170,000 فين هو ولد لواء؟ ولد الدراجة لواء لواء اللي من ليه؟ ولد عجلة راه ولد عجلة هذيك اللي من ليه؟ شحال الثمن ديالك هي؟ هي 470,000 هذه هي الصفر حلو تبارك الله دورة موبيليار اخوان دابا هادي موبيليار وهادي هو السطاي. اه الثمن ديال كل واحد الثمن 800 مليون جوج الوحدة قل درهم جوج قل درهم واش نصور هادي موبيليار هادي هو السطاي شايف باش ديتي المرضي
هذا الحاج. شحال دا الحاج؟ مع الحاج هو الحاج. الله يسخر لك فيها الحاج. شحال ديتي شحال؟ ثمان ولا حاجة؟ 322 اخوان باش دايز. الله يسخر لكم ما جبتي سير. تبارك الله عليك. شحال باش ديتي يا عبد العم؟ شحال باش؟ 68 الف اخوان. بلجيكا اخوان 68 الف. بحال هذا دابا اللي بغينا يوليك دوك العلف العلف ديالك. ديالو فيه الف خويليا والدريان. خويليا والدريان. تبارك الله يسخر لك الخويا. الله جبتي سير. صوري عبد الله. عبد الله شحال الثمن المولد؟ هذا مليون و14. مليون و14 180 فعلا درهم بلجيكيين. كسابيين مازال خصهم يعلف. مازال خصهم العلف باش يمشيو للجزائر. والله يسخر لك الاداء ولا تجيب التيسي. ها شحال باش ديتي؟ قيد المولد. قيد المولد اخواننا. تبارك الله عليك. قلنا الثمن هذا منا شحال الثمن؟ 196. وهذا اللي من هنا 16 مليون و16. مليون و16 196 الف ريال. والله يسخر لك فيهم. لا جبتي سي. تبارك الله. دائما الاخوان السوق حد ولاد فرج بتاريخ 25/10/2020 ومرحبا بكم. الله يسخر. نقولوا اثمنه دابا الاخوان هاد الصغير. نبداو بالصغير. ثمن الصغير 160. 8000 درهم الصغير. هذا 176. 8800 درهم. زيد هذا 26 مليون. 26 مليون. 26 11300 درهم. هذا 11300. الله يسخر. الله يجيب التيسير. الله يرحم الوالدين. تبارك ثمن انا باش حتى ثمن ديال ثمن مش حتى شحال سامع فيه؟ مليون و10. مليون و10 186. هذا مليون و10 البيض وهذا الازرق 186. والله يسخر لك فيه. الله يجيب التيسير. تبارك هادو الاخوان جوج مليون و500. الله يسخر لك فيهم والله يجيبك تيسير. تبارك الله. هذا شحال الثمن؟ الثمن خالد هذا دينا 100000. 5000 درهم. هذا 5000 درهم. الاخر دينا ب 6000 درهم. الاخر 120. الثمن شويه. السلعه موجوده اليوم. السلعه موجوده. الثمن كي داير؟ الثمن مزيان. الثمن مناسب للفلاح ولا ل 110. الله يسخر لكم. الله يجيب لكم التيسير. الله يرحم الوالدين. الثمن ديالك هذا ب 310. هذا ب 352. هذا ب 352. هذا ب 352. مليون و 54. مليون و 54. دابا هذوك الزارين. هذو باقي كسابيين. باقي كسابيين اخوان ولكن كبار شويه. هذو باقي كسابي. هذوك اللي بلجيكي. هذا كل باقي كل شيء بلجيكي. بلجيكي فري من النوع الرابع. من النوع المزيان. بلجيكي من النوع. هذا الجو الكاذب. هذا افضل منه. ياك هاد الثاني حسن من الاول. تبارك قال منك 354 باش خلص. تبارك الاول قلت عاود لي اثمنه. الاول اثمنه هذا ب 320. 320 354. الثالث ولي 354. والله يسخر لك فيه. والرابع الاخر مليون و54. مليون و54. الله يجيب التيسير. الله يسهل. هذاك اللي هذا هذا بلجيكا شحال الثمن؟ على مليون و180. مليون و180. الله يسهل لك. هذا 340. صافي هاد الجوج ديالكم. تبارك الله عليك. الله يسخر لك. الله يجيب التيسير. الله يسهل. تبارك الله. شحال الثمن؟ شحال سمعتي فيه؟ شحال سمعتي فيه في الثمن؟
الثمن هذا 300 وهذا مليون و 90000. 600 قال 10000. 600 قال 10000. واه قناوي ربنا ما جات عرض. الله يسخر لك الله يسخر لك. هذه عجلة البقرة اش دايرة في السنة؟ رباعية. رباعية الثمن ديالها؟ 170000. 170000 تبارك دائما الاخوان السوق يقول لك خرج بالتاريخ 25/10/2020. الله يجيب لك التيسير. تبارك الله شويه هذا واش دايره في السنة؟ عجل ولد عجل. عجل اش ماركة؟ هادي بومنيار هاد العجل. عجل موبيليار واش دايره في السنة البقرة؟ جامع. جامع الثمن شحال الثمن؟ مليون و80. مليون و80 الاخوان. مليون و80. الله يسخر الله يجيب التيسير تبارك الله. شحال سمعتي فيها؟ 180000. 180000 سمعت فيها الاخوان 9000 درهم هذا. الله يسخر لك فيه الله يجيب التيسير تبارك الله. 180000 تبارك الله. شحال الثمن؟ ثمن وشحال؟ ثمن صور ثمن مليون و70 الاخوة اللي سامح فيه. الله يسخر لك الله يجيب التيسير. شحال سامع فيه؟ ثمن؟ شحال 20. شحال 20 ناس دايره في السنة البقرة؟ زوج شحال؟ مليون مليون و80. تبارك الله البلجيكي سمعتي فيها الثمن؟ شهرين. شحال باش خرج الشهر؟ 150. 7500 درهم هذه الاخوان تبارك الله. شحال تقريبا عندها من الشهر؟ شحال عندها من الشهر؟ 5 4. يكون عندها شي 5.5. 5 شهور ونص الاخوان. الله يجيب لك فيها التيسير الله يجيب لك فيها الرزق الله يسخر. هذه الاخوان خرجها ب 90 درهم. الله يجيب لي فيها الرزق 9000 درهم الاخوان. صور صاحبك معاه عبد الله جيبي حدا وصوري. شحال الثمن شحال اولادي؟ الثمن شحال عطاوك؟ لا ما بغيت الثمن نعرف مشريه ب 46. 100 146 هي بغات. الله يجيب لك فيها التيسير. 146 166 هذه الاخوان 8800 درهم تبارك الله. الاخوان هذه خرج 1,026,000 ريال تبارك الله. 1,026,000 تبارك الله.